السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي عالم حسن ديجا. اليوم جبت لكم واحد الفكرة جديدة بالنسبة للناس اللي كيخدموا ضيوف حياتي. كيف كتشوفوا، أنا خدمت معكم سابقا فيديوهات بالطريقة ديال الحبيك وهالطريقة ديال هاد الغرزة اللي كنخدم، كذلك هاد الوريدة إن شاء الله غنديروا لها ورشة خاصة. واليوم غادي نخدم معكم هاد الشوشة طريقة جديدة، كنتمنى تعجبكم أخوات. ولاو الحمد لله بزاف تشكيلات، بزاف لي موديل ولاو زوينين، يعني كنتفنوا، كاين الحرير، كاين الصوفة، كاين حتى الكوردون ولاو كيخدموا به الزيوفة. فكنتمنى بنات تعجبكم فكرة اليوم. كيف كتشوفوا هاد الشوشة باقا جديدة، يعني تخدموا بها علاش لا، دخلوا المصروف اليومي ديالكم. فالمرأة من الأحسن تشتغل في دارها، تقابل وليداتها، تقابل العمل ديالها، وتقابل حتى راسها، ماشي غير الكوزينة الكوزينة الكوزينة. فالمرأة خصها تحقق ذاتها في شي حوايج، ومن ضمن هاد الحوايج هما هاد الصنعة وهاد الورشات، فكتحقق فيهم بزاف وبزاف وبزاف. فبقوا معايا أخواتي نشوفوا الطريق. كنحتاجوا اخواتي بطبيعه الحال ملي كنكملوا زفت حياتي كنختاروا الالوان، فمن الاحسن لو خدمنا الديغرادي ديال اي لون او نغيروا الالوان، يعني اللون اللي في الزيف عندنا ما يكونش هو اللون ديال باش يبدا. ودابا تبارك الله ولينا كنشوفوا ان الناس ولاو يخدموا مثلا هذيك 90 على 90، ولاو كيخدموا اكثر، يعني يقدروا يديروا متر ونص متر على حساب، ولاو كيخدموهم ديشال، يعني عطى الله ما يتخدم. فغنحتاجوا بنات بطبيعه الحال الصوفة، انا خدمت بالبيض، غنحتاجوا الصوفة، الكروشي، المقص، والابره، والعقيق، حسب الرغبه ديالنا، حسب لو شوا ديالنا، حسب اللون. دائما تنسيق في الالوان بنات، كنوصيكم دائما في التنسيق. فبسم الله، بغينا كرتونه نخدموا بها تبارك الله، ما بغيناش نخدموا باليد، من الاحسن اليد كيف الطريقه كيف خدمت انا، نخدموا بهذه الطريقه. بسم الله كنلويو، انا درت 13 تلويه، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. نتوما عندكم الاختيار كيما بغيتو، ما كنقطعوش الخيط، كنخليوه كنشوفوا هذيك الجهه المحلوله كنخدموها لتحت، وكناخذوا الكروشي بطبيعه الحال بحال غنخدموا الدائره السحريه. هالخيط اللي قلت لكم بنات دائما يكون لتحت، ردوا بالنا، فغنخدموا باش ما يتحلش لينا وصافي، مع ملي غنكملوا غنحلوه. فغناخذوا الكروشي بهالطريقه كيف قلت لكم، بحال غنخدموا الدائره السحريه، نجبدوا الخيط بشويه علينا بشويه بالخاطر وبشويه علينا. كيف كتشوفوا بنات، ها هو تجبد لينا الخيط، غادي نخدموا حشو كيف كتشوفوا، الاول والثاني والثالث، بغينا جوج نخدموا جوج ما عندناش مشكل. كبر شويه الخيط، كناخذوا العقيقه، كناخذوا العقيقه بهذه الطريقه، كنديروها في الكروشي، كان الكروشي عندنا رقيق مزيان، ما كانش ناخذوا الارق، دائما كنقلبوا على الاسهل بنات. فكننثبتوا هذه العقده مزيان، نصبروا معاها، راه فيها شويه الخدمه ولكن ماشي مشكل، نصبروا باش يطلع لنا العمل احسن. كنزيروا كذلك، كنخدموا حشو باش نثبتوا ديك العقده الاولى، الحشو الثانيه، وغادي نقلبوا بهذه الطريقه، غنقلبوا العمل، غنخدموا 6 ديال السلاسل، 1 2 3 4 5 6. كيف كتشوفوا بنات خدمنا 6. دائما بنات نحاولوا نزيروا، ملي كنخدموا هذوك 6 السلاسل مباشره كنخدموا في الغرزه الاولى ديال الحشو، كنخدموا حشو، والثانيه كذلك حشو، باش يثبت لينا
هذيك العقده وهذيك الغرزه المواليه. من بعد بنات كنقلبوا مباشره كندخلوا في هاد السلاسل اللي خدمنا ونخدموا اربعه حشو كيف كتشوفوا، واحد جوج ثلاثه اربعه، ثم غرتفعوا بثلاثه سلاسل مثابه غرزه الباكو كيف كنعرفوا كيف كتشوفوا بنات، ثم اربعه حشو، واحد جوج ثلاثه اربعه كيف كتشوفوا بنات. هذه الاولى، الورده الاولى كيف كتشوفوا هي هذه، فمباشره كنخدموا حشو في الدائره الكبيره اللي عندنا. يعني كنهضر بهذه الطريقه باش الاخوات الكل يفهمني، يعني كاينين تبارك الله ما شاء الله نساء تعرفت عليهم وكنقول لهم شكرا وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا على لي ميساج اللي كتصيفطوا ليا في الخاص، كنشكركم بزاف لهذا. انا كنهضر معكم بهذه الطريقه باش تفهموني اكثر واكثر. فكما قلت لكم بنات كنخدموا حشو في الدائره الكبيره، الحشو الثاني هو اللي غادي نديروا فيه العقيقه، غادي نكرروا نفس العمليه نفس الطريقه بشويه علينا، نحاولوا نثبتوا هذيك العقيقه مزيان حيت الخيط ما كيبغيش يتجر لينا، فغادي نديروا معاه الخاطر شويه حيت على جوج كيخرج لينا غير خيط واحد، فنصبروا نصبروا بنات. العيالات تبارك الله كل وحده والطريقه ديالها كيفاش كتعامل يعني مع الكروشي، فالكروشي كله اسرار كله خداع، يعني على حسب اليد. كيف كتشوفوا بنات انا كنخدم الكروشي كنلقى مشكل في هذا العقيق، حنا خرجناهم بجوج كنثبتوا بالغرزه والحشو كذلك باش نثبتوا ديك العقيقه مزيان، الاولى الحشو الثانيه نفس الطريقه، ارتفعوا بسته ديال السلاسل، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وغادي نقلبوا العمل مباشرة في الحشو اللي خدمنا الأول، نخدموا حشو والثانية كيف كتشوفوا. ملي غادي نثبتوا هذاك العمل غنعاودوا نقلبوا من جديد، ومباشرة غادي ندخلوا في الدائرة وغنخدموا أربعة حشو، واحد جوج ثلاثة أربعة، نرتفع بثلاثة ديال السلاسل غرزة الباكو، غرزة الباكو هي هاد كيف كنقولوا هاد القمقوم، يعني الناس ديال الحرير غايرين يعرفوا هاد الاسم هذا، وحتى الكروشي راه معروف. أربعة حشو أخرين، واحد جوج ثلاثة أربعة، وكنقفلوا بالحشو مباشره في الدائره الكبيره كيف قلت لكم، والثانيه هذيك الثانيه غنديروا فيها العقيقه الثالثه كيف كتشوفوا بنات. غنعاود معكم الطريقه الثالثه، بقات لينا وريده واحده، ناخذوا العقيقه وكنديروا عقيق كبير صغير على حساب، درنا الصغير غادي نديروا كروشي يكون رقيق، فدائما بنات نديروا الخاطر مع هذا العقيق ومع الكروشي. اصلا عندي غليط شويه، صبروا معاه شويه بشويه حتى نخدموا على خاطرنا، ما تابعنا والو، ولو يكونوا عندنا لي كوموند بزاف فغنشوفوا الحيل ديالنا باش نخدموا احسن واحسن. الحشو دائما الاولى الثانيه وستة سلاسل، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نقلبوا العمل مباشرة في الحشو الأول والثاني، نقلبوا من جديد. كنتمنى بنات تكونوا فهمتوني، العيالات كنشكركم بزاف، نساء اللي تبارك الله ما شاء الله في ديورهم يعني وكيخدموا زيوفة بواحد الطريقة فنية، فكنقول لكم ما شاء الله وتبارك الله عليكم. مباشرة الحشو الأول، ثانية
الثالثة الرابعة، نرتفع بثلاثة ديال السلاتيل وغرزة الباكو والحشو، أول ثاني الثالثة والرابعة، ومباشرة في الدائرة الكبيرة الحشو الأولى والثانية. كيف كتشوفوا بنات، تكونت عندنا هاد الوريدات هادو اللي كتشوفوه، هما اللي كنشوفوا في هاد الشوشة هادي. وغنكملوا باش تعرفوا الطريقة، نقطعوا الخيط نخليه شوية طويل باش نخدموا به، باش نثبتوا به الشوشة، وكذلك العقيق. كيف كتشوفوا قطعنا الخيط ونعقدوا باش ما يتسربش لينا. نعقدوا بنات بهذه الطريقة هذه، كنشدوا الخيط كنجمعوا هذيك الخيط الكبير كنجمعوه مزيان، كنجمع بهذه الطريقة. كنديروا مثلا عدد الدورات اللي بغينا، انا درت 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كيف كتشوفوا ناخذوا البرة باش نثبتوا كيف كتشوفوا بنات، كنخدموا على الخلف، يعني كنثبتوا هذاك الخيوط اللي درنا، بغينا نخدموهم بالكروشي نخدموهم، ما عندناش مشكل، يعني حنا والابداع ديالنا والتفنن ديالنا. ف غير غادي نثبتوهم مزيان بهذه الطريقه كيفاش كتشوفوا، وغندخلوا بالخيط ندخلوا به حتى نوصلوا الدائره اللي غادي نلاقيو في الزيف الفورة، حسب المناطق كل واحد وشنو كيسمي. كنمشيو وسط هذا باش ما يبانش لينا لعيب ولا حتى شي حاجه، كنخدموا حتى كنوصلوا لهذا الركن اللي الفوق. كيف كتشوفوا كنقلبوا العمل، كيف كتشوفوا بنات الوريده زوينه. ناخذوا العقيق اللي بغينا على حساب حنا وشحال عندنا، انا درت 3، نركبوهم ركبناهم بنات. غادي نقطعوا هاد الشوشه فينيوها مزيان، ممكن نستعملوا المشطه كنمشطوا باش تجينا مقاده، ممكن على حساب عينينا ميزاننا. نحيدوا هاد البقايا، وهذه بنات هي الشوشه. خدمت بنات قبل هادو، بقات لي وحده تنخدمتها معاكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش. شفتوا بنات كيفاش كيجي الابيض مع الغوز، يعني دخلوا الابيض في الالوان، الابيض لون روعه صراحه. انا كنرتاح ملي كنخدم فيه وكنبدع فيه اكثر واكثر. فكناخذوا القنت ديال الفولار بهذه الطريقه وكنخدموا، كنلاقيو هاد الشوشه اللي خدمنا. شفتوا بنات كل اخت طريقتها كيفاش كتلاقي الوريدات، انا هذه هي طريقتي. كنثبتو مزيان كنعقد في الخلف، الا خدمتو بنات بالحرير غيكون اروع واجمل، ولكن حتى الصوفه ما شاء الله عندها ناسها عندها المبدعات. كيف كتشوفوا بنات هذه هي الشوشه، كتجي اروع واجمل. ممكن نخدموها نفس الطريقه اللي خدمت هنا، خدمت في هذه الورده الداخل ديال الفولار. كيف كتشوفوا هذه خدمت 3، هذه 4. فكنتمنى بنات ورشه اليوم تعجبكم،
فان شاء الله ملي غنلقى الجديد غنحطه في القناه، ونتلاقاو من جديد في عالمي عالم حسنى ديجا. الى اللقاء بنات.